Delle decisioni irrevocabili. Le catene di ordine delle decisioni irrevocabili. La giustizia a due di là, l'Italia al mondo, al mondo. إذا ضاع جزدانك، كم هوية بتفقد؟ هويتك الشخصية اللي هي المفروض أنت فيها اسمك وعمرك، اسم أهلك، لونك، لون عيونك، تاريخ ميلادك وخانتك، رقمك الوطني وغيره من محددات شخصيتك بالنسبة لدولتك. هاي الهوية بتحدد أناك، الأنا تبعك الرسمي كشخص ينتمي إلى سجل رسمي. هويتك النقابية هي بتحدد أناك، الأنا تبعك العملي كشخص ينتمي إلى مهنة. هوية السواقة والسيارة هي بتحدد هوية الآلة تبعك والسائق تبعها كشخص يمتلك سيارة. الإقامة هي بتحدد أناك المقيم كشخص يقيم على أرض ما بشكل رسمي. بطاقة البنك هي بتحدد أناك المالي كشخص يمتلك حساب بنكي فيه نقود، مصاري، ربما، يمكن، ما أكيد. بطاقة الملعب أو المكتبة أو غيرها بتحدد أناك الهاوي كشخص عنده هواية. شفت إذا ضاع جزدانك كم أنا بتضيع؟ ممكن إذا ضيعته تسأل حالك مين أنا؟ من أنتم؟ أنت مين؟ أنا؟ أنت مين؟ أنا؟ أنت مين؟ أنا؟ أنت مين؟ طيب، سواء كان معك جزدانك ولا مضيعه، إذا حدا سألك مين أنت شو ممكن يكون جوابك؟ الجواب غالباً بيكون حسب نقطة القوة بشخصيتك بالنسبة إلك، نقطة القوة وأحياناً السطوة والسيطرة. مين أنت؟ طبيب جراح. المهنة أحياناً مهنتك بتكون نقطة القوة بشخصيتك بالنسبة إلك. أنا طبيب، أنا مختص تصميم أبراج، أنا برج بالتمثيل، مدير عام قد الدنيا. لاحظت شو كبير بتكون؟ الملكية أحياناً الشيء اللي بتملكه هو نقطة السطوة بشخصيتك. أنا صاحب هاي البناية، أنا مالك سلسلة محلات الوردة الجورية، أنا عندي 5 أولاد، 6 منهم دكاترة. 6 ولك يا خالي. الفعل المميز أو أنا اللي أحياناً نقطة قوتك هي فعل قمت فيه وانشهر وأغلب العالم بتعرفه، فبتعرف عن حالك بأنا اللي أنا اللي مشيت على المي، أنا اللي قتلت الحناش، أنا اللي تكرمت بسباق أكتر واحد بينام بعد الظهر، نمت وقتها 6 أيام ورا بعض. الدين في عالم بتلاقي انتماء الديني أو القومي هو نقطة القوة، بتقول له أنت مين؟ بيقول لك أنا بوزي، اسلم لبوزك، أنا سيخي، شكل لك 2، أنا مسيحي، أنا مسلم، أنا سويدي، وشرطك بيكون آخذ باسبور السويدي من شي أسبوعين. أنا مسلم فأنا مسلم، أنا مسلم فأنا مسلم. بجوز اللي عم تجاوبه على سؤال أنت مين ما يستغرب من أي جواب بتقوله، بس الأكيد رح يحس بميزاتك عنه أو ميزاته عنك. لهيك في جواب واحد ممكن يخلصك من أي تمايز، هو أنا مثلك. I am like you. ما في داعي تخجل منها حتى لو بينت إلى وقع كتير درامي. أنا مثلك. ظريفة ما؟ جربوها. تعالوا نجربها. واحد قديم واحد جديد، واحد جديد واحد قديم. الجمهورية العربية السورية ترحب بكم. إنك تخجل من باسبورك أو هويتك أو انتمائك
بيشبه شوي انك تشوف حالك فيه، يعني بتقدر ما تعمل هيك وما تعمل هيك. واذا بدك ما تخجل من هاي الهويه او الانتماء او حتى المهنه ولا بدك تشوف حالك فيها، كمان هذا ما بيعني انك تعلن تخليك عن اي انتماء او عن اي هويه وتترفع اصلا عن هويتك. خذ الموضوع ببساطه وتعامل معه انه شيء موجود او مفروض عليك تعامل معه، يعني ما كتير تفلسف الامور وتيك ات ايزي. انه اذا اعلنت انسانيتك الكامله وعدم قدرتك على تفهم ذاتك المؤطره بالاوراق والاختام والاسماء والارقام والتواريخ، ما كتير بينفعك على فكره. ببساطة فينك تكون إنسان عابر للحدود وما يحترم الفصل بين الناس على أساس ديني أو عرقي أو 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 ما احتفاظك بانتمائك. لك مو مشان شيء، مو مشان شيء، مشان المطار والحاجز وشهادة السواقة. يعني هلأ إذا أنت لا منتمي وين بيختم لك موظف المطار؟ وين؟ عجبينك؟ وإذا متخلي عن هويتك شو بتعطي الحاجز؟ بطاقة معايدة؟ تخلى حبيبي، تخلى عن كل شيء ما مشكلة، بس تخلى بالوقت والمكان المناسبين وحط ملحوظة تحت بيان التخلي بتأكد فيها أنك مضطر تحتفظ بانتمائك أمام السلطات والمؤسسات اللي بتتعامل معك أصلاً على أساس هذا الانتماء. هلأ أكيد في لحظات يعني أنت فيها بحاجة تتخلى عن كل انتماءاتك، هويتك، مهنتك، وسطك اللي شايفك بمقاييس محددة. بهي اللحظات فيك تهرب لعند أقرب رفيق لا منتمي لشيء بالحياة وتحس بالراحة معه. يا ويلي شو مريح، يا ويلي شو مريح انه يكون عندك هيك رفيق تحت الارض هون وتيجي لعنده كل فترة وتقول له لك يسلم لي عدم انتمائك، لك تعال مشان ما ننتمي سوا، هيك انا بعمل وهيك برتاح مع ابو زرار. هذا الثاني شو بدي اعمل؟ مضيعة؟ مضيعة هويتي وعم دور عليها. شلون مضيعة هويتي؟ ما بعرف، كنت واقفة ناطرة عم بستنى الباص، فعم فكر انه ممكن تكون وقعت مني وانا عم دور على مفتاح البيت او القداحة او كرت الباص، ما بعرف اي فعل ممكن اعمله ممكن ضيع لي هويتي. تخيل رحت على كل مكان مرقت فيه اليوم ما لقيتها، لازم لاقيها الهوية. ليش لازم تلاقيها الهوية؟ لك هويتي يعني لازم لاقيها. كيف يعني لازم لاقيها؟ ضروري. قصدي شلون ليش يعني ليش يكون في لازم انه انت تلاقي الهويه؟ لك في حدا عايش بالهويه؟ طبعا انا لكني محلاني عايش بالهويه. كيف قدران تعيش بالهويه يا زلمه؟ لك شلون قدران ما لاقيش هويه؟ يعني لكني محلاني انا عايش باكل وبشرب وقوم نام. الشجره لا بتسالني وقت بدي اقطف منها تفاحه ما بتسالني وين هويتك، والقطاط لما بيجي بيقعدوا بحضني هون كمان ما بيسالوني شو هويتك وينها. طب كيف ضاعت هويتك؟ وين راحت؟ هويتي؟ أنا ضيعتها لهويتي ما بعرف من زمان كثير. لما ما ضيعتها؟ لا مبلا، ضيعتها وأنا ما عاد اهتميت بعدين يعني، وما عاد لقيتها ولا دورت عليها. قبلها مدري بعدها، قبلها أنا كنت فايت هيك تبع رحلة البحث عن الذات والمدري شو، بعدين أنا ما لقيت حالي. قمت قلت لحالي خلص يا ولد بلا. طب بلكي حدا سألك مين أنت، سألك عن هويتك شو بتقول له؟ بقول له مين أنا، بقوم بيعرف مين أنا. وبلكي ما صدقك، بلكي طلب شي إثبات شي كذا. حد البلي الحريص على هويته اصلا ما بيضيعها. لسه بيقول لي حريص، انا حريصه بس يعني شقفت ورقه بين 60 غرض بالشنطه الا ما توقع بشي طريقه. شقفت ورقه؟ ايه شقفت ورقه. انت عم تحكي عن الهويه الهواوي؟ لك ايه هويه، لك عن شو عم بحكي؟ صار لي ساعه وانا قاعد عم بحكي، صار لي ساعه كمان وانا بالي عم تفهم عليا انا عم بحكي على شيء ثاني. انت عن شو عم تحكي؟ مع الهواوي؟ مع الهواوي بنوب. لك عن شو عم تحكي انت؟ أنا عم بحكي عن الهوية، الهوية الجامعة، الهوية الفسحة الكبيرة، الهوية التي تجمع الشعوب مع بعضها، الهوية التي تكون مؤسسات كبيرة أدك هكذا، الهوية التي تكون للإنسان ذاتا وذاتينا، الهوية
لم تكن في يوم من الأيام أهم من ذلك الهواوي. الهواوي؟ الهوية؟ أين هي الهوية مننا نحن؟ قادما ومسافرا. عشر ساعات قدام باب السفارة لتقدر تجدد جوازك أو وثيقتك؟ بتجدده سنتين وما بتستعمله؟ أصلا ما له نافع لشيء أصلا، لأنه يعني أنت فعليا بتروح بتجدد هذا الجواز اللي بيخلي الناس تطلع فيك من فوق لتحت، وتحس تجاهك يا بالشفقة يا بالنفور. يعني عملياً بتروح بتجدد نفور الناس منك أو شفقتهم عليك بأبو 1000-2000 دولار كل سنتين، ويمكن تجدد احتمال صغير أنك تسافر بهذا الجواز شي يوم لشي محل. طبعاً كله متروك للظروف وقرار عليك. هذا الجواز هو هويتك بالبلاد اللي بتسافر فيها، أداة التعريف عنك، وسيلة التفريق بينك وبين غيرك. الهوية هي الورقة اللي بتفصلك عن باقي العالم، اللي بترسم لك الدويرة اللي أنت عايش لحالك فيها أو مع مجموعة بشر تانين مشتركين معك. الهوية على فكرة ما بس هالكم معلومة المكتوبة على الورق، هي شيء بيتغير وبيتبدل، بيكبر وبيصغر، بيكبر كل ما وعي الإنسان وبيصغر كل ما قل عقله. الهوية بالمعنى المجرد بتبلع كل التجارب اللي مر فيها الإنسان وبتخليه يعرف عن حاله من خلالها. ما في شعب بالعالم ما عنده نشيد وطني وعلم، هالنشيد وهالعلم هن الهوية القومية للشعب، وما في شعب بالعالم ما بيفتخر وبيدعي انه هو أعظم شعب بالكرة الأرضية. يعني إذا طلعت على الصورة الأوسع معزوم أوت، بتلاقي 196 دولة فيها شعوب زامة عيونها وعم تطلع على العلم تبعها برومانسية وتهذر بأنها أعظم وأهم من غيرها، وعندها إيمان مطلق بأنها بتستحق الحياة والمجد أكتر بكتير من غيرها. كيف ممكن يكون في سلام بهيك عالم فيه هالكم الهائل من الهويات المختلفة والمتصارعة على كل شيء؟ هويات قومية، دينية، عرقية، طائفية، قبلية، كل وحدة منها حاسة التاني خطر ما بيزول إلا بإبادتها، وما بتنحل مشكلتها معها إلا بحرب وجود، بحرب بالاقتصاد، بالأسلحة الثقيلة، بالإعلام، بلقمة الخبز. والهوية أكيد هي الفرق الوحيد بين المية اللي بيموتوا بدرعة وما حدا بيسأل عنهم ولا بيشوفهم، وبين الواحد اللي بينجرح بفرنسا وبيخلي الدنيا تقوم وتاخد قرارات وتسكر حدود. الهوية هي اللي بتعطي الموت قيمة أو بتخليه رخيص. أنا مع اثنين على فكرة. إذا بدك تعيش بعالم في عدالة لازم تلاقي هوية مشتركة للكل، هوية بتشيل الحدود وبتأمن للكل إحساس بالتساوي والعدالة، هوية بتخلي انتمائك الديني والقومي ما عبء عليك ولا تهديد لغيرك، هوية بتخلينا نفهم انه نحنا ممكن نكون منفرق عن بعض باللون، بالعرق، بالدين، بس هالفروق بيناتنا ما بتعني انه حدا فينا لازم يكون موجود على حساب التاني. ولوقت اللي ممكن يصير هيك الواحد بيلاقي حاله مضطر يبني عالمه الخاص اللي ما فيه صراعات، ينزل لتحت الأرض لانه فوق ما في غير ناس خايفة من بعضها. عن جد بالله تطلعوا بوجوه العالم جنبكم. بونجور. بونجور. باغي فلاير؟ اه وي، انا اتكلم العربية. وي باغي طيارة. شو جاي تعمل عنا بلبنان سياحة؟ نو، كونفيرونس. دكاغ.
Bienvenue, Liban. Merci beaucoup. يعطيك العافية أختي. أهلين. تفضلي. وين كان يا عبد السلام؟ بتركيا. فيك تشوف الإقامة جوا. ما حدا طلب منك تحط الإقامة بقلب الباسبور، بس أنا بطلبها بتعطيني إياها، أوكي؟ أنا قلت بسهل عليك. أوكي أوكي تمام. يعطيك العافية. شو جاي تعمل عنا هون؟ جاي شوف أهلي، جاي من سوريا. وكم واحد جاي تشوف من أهلك؟ جايين 8. ما شاء الله ما شاء الله، بتخلفوا بتزتوا بلبنان؟ لا مستتين بسوريا، ما اجى على لبنان، مستتين بسوريا اختي. عندك حجز اوتيل؟ في حجز اوتيل بس انا بعرف اذا ليكون حجز وهمي مثل ما بتعمله. لا والله العظيم فيك تدقي للاوتيل وتتاكدي. بس انا بعرف اذا يعني معي اقامه، انا ما في داعي لحجز الاوتيل. اوكي انا بدي اياه، في مشكله؟ لا لا ولا يهمك ولا. عندك مصاري؟ تفضلي. بدي هدول، معك مصاري؟ الحمد لله الامور مستوره والحمد لله. لك مش عم بتطمن عليك، معك مصاري؟ لانه تفوت على البلد بدك $1000 بالنقليه. ايه ما 1000 دولار. ما 1000 دولار. تفضلي. حقيقي ولا؟ لا حقيقي طبعا. يعطيك العافية. اوكي. شكرا. في انت عليك تشابه اسماء، في واحد اسمه عبد السلام ابراهيم مطلوب من 2014 عنا. بس انا عبد السلام اسماعيل. ايه ما اسماعيل وابراهيم اخوي. الله يخليهم لبعض لامهم، لانه شيء له علاقه. انا كثير اسف، بدنا نضطر نحجزك هون بليز. لا شو بتحكي؟ بس الامن العام بده يشوف يتحقق معك ونشوف. ما بعرف. الله يوفقك العالم. عم تستنى هيدي القوانين بليز بليز. عم تستنى العالم بالبقاع. تفضل معك بليز. بس الله يوفقك. تفضل يا اخي. تفضل. والله العظيم بس اخي الله يوفقك، بس مشان الله بس ياخذنا نروح عند دار نشوف. سلام عليكم. اهلا وسهلا اخ عفيف رضاي، اهلا وسهلا بك في لبنان. بارك الله بك. سلام عليكم. ينصركم الله. اسمك بالهوية؟ محمد نور شموط. الرقم الوطني؟ ما بعرفه. مالك حافظ الرقم الوطني؟ للأسف لا. الأب والأم؟ عندي أب وأم. أوكي. الحمد لله. الله يخلي لك يا رب. تحس بالانتماء نور؟ وأنا سوري؟ البلد. ايه ولا يعني بصراحه. ليش ايه وليش لا؟ ايه لاني يعني هي تجربتي، يعني انا عشت خلقت بسوريا وعشت بسوريا لعمر منيح يعني 23 سنه يمكن 24 سنه، فاكيد في يعني الانسان قصه بالاخير، بلش هون تخلص هون، يعني حكايه وجزء كبير منها بسوريا كان. انت بتعمل موسيقى، قديش الموسيقى ممكن تكون انتماء او ممكن تكون هويه؟ هلا انا ما بعرف شو قصدك بالهويه بالضبط، بس كلمه هويه انا ما كثير بحبها بشكل عام. يعني بتفضل يعني كلمه هويه بالعاده بتنتج عن غرور الانسان. الانسان بحاول برايي يكون مميز بطريقه ما، يعني انا مثلا بشجع هيدا الفريق، ولا انا احيانا بيكون شيء ما اختاره، هو دينه ولا قوميته ولا كذا، شو بيميز السوريين ولا شو بيميز الدين الفلاني، شو بيميز الدين الكذا. يعني بتحسها طريقه، عفوا بتحسها طريقه انه تهرب من انتمائك، او بتحب انه تهرب من انتمائك اكبر. انا ما بهرب من انتمائي، انا يعني انا مثلا مبسوط اني انا خلقت بسوريا الحمد لله، شاكر يعني، وبحب اني انا مثلا بتكلم اللغه العربيه. بتحس مرات انه حتتحرر، بدك تتحرر من انتمائك لاي شيء؟ ايه ايه اكيد. في مراحل عم تقول، في انتماء وفي هوية وفي بعدين تعصب مثلا لل، ما عم اقول اني في مراحل، في تدرج هيك، ما عم اقول في مراحل، يعني هي موضوع يعني بس اني يعني انسنت الانسان برايي بتطلب منه يكون بس شوي مبعد عن هي الاسامي.
يعني إن يعني بالأخير شو ما عملنا نحن كلنا بشر مثل بعض، يعني شو ما عملنا بالحياة، شو ما كان أسامينا، شو ما كانت اللغات اللي بنحكيها، شو ما كانت أي شيء، أي فهي نحن أكيد خاضعين بطريقة ما لحتى نكون أنا بحكي هاي اللغة، أنا خلقت بهيدا البلد، أنا بجوز أهلي عطوني هيدا الدين، كذا كذا كذا. هيدول الأشياء أنا ما اكتسبتها ولا مأسرين فيني أكيد. لا لأي لمسيئتك لشو بتنتمي أكتر شيء معناتك؟ ما بعرف عن جد ما بعرف وما بحب أعرف يعني، ويعني بكل صدقني بكل شغل جديد يعني كأني من الصفر ببلش، بكل قطعة جديدة بسويها يعني بحياتي ما عرفت إني أنا سمي والله أنا هيدا هو الجانر اللي بيشتغله ولا هيدا كذا، وما بدي أعرف يعني هيك أحسن يعني أساساً. لما بتعرف تحط مثلا اني انا فلنفترض انا قلت والله انا بشتغل جاز ميوزك او روك ميوزك، مجرد حطينا اسم على هذا الشغل بصير حمل على ظهرك ان انت هذا هو مجالك، ما بس تطلع منه يعني بتخف حريتك قولبت هي بتخف حريتك بينك وبين حالك يعني. يعني التقل ما بس فيزيائي على الانسان كمان افكاره يعني. نوشي مرات تعرضت لانطباع مثلا قلت انه انت سوري، سالت انه انت من وين وقلت سوري، فتعرضت لانطباع ضايقك او حسيت انه انا ما بدي اقول هلا انه انا سوري لانه ما بدي انسال كثير اسئله؟ صراحه وكثير كثير ما شوي يعني كثير، احيانا بيكون فترات بيكون موضوع يومي، احيانا بيكون موضوع يومي يعني يعني لانه انا مرات بتجنب اقول انه انا سوريه لانه مو لانه شيء انه بخاف فوت بنقاشات ولا بالضبط بالضبط اني ما راح يفيد شيء هذا الحكي يعني فخلص. طيب نور نسمع شيء هلا يلا أعرف أن ما قلت لي يجتاحني فلا وقت للإنصاف، كم مرات تشتاق للبحار كي لا تعتلي الطيفة، أمسك شراعك ما استطاب، سوذ ذراعك لا تهدي لا تعلم، أمسك شراعك ما استطاب، سوذ ذراعك